نحن هون في قرية أزيار، القرية الواجعة الحلوة الجميلة، فيها المناظر الحلوة، فيها المياه المتوفرة الكثيرة الموجودة كما ترون، ولكن يعني منعاني من صعوبات كبيرة من أجل تحصيل الماء في القرية. فهناك الطريق المؤدي إلى الماء صعب، وخاصة في فصل الشتاء، والأهالي يعانون من نقل المياه إلى البيوت بصعوبات كبيرة، حيث لا يوجد مضخات مياه لضخ المياه إلى القرية، والأهالي يضطرون إلى استعمال الدواب ويستعملون أيضا الآلات، ولكن هناك صعوبة كبيرة في تأمين الماء للبيوت. والمياه طبعا مستعملة لكل حاجيات البيت، للشرب، للغسيل، كل محتاجة، كل حاجيات البيت. والله عم نعاني كثير في المي، أيام بنوجد الصهريج ما بنوجد يعني حقه، أيام كنا مستنى مية المطر لحتى تنزل لحتى نخزن أو نجلي أو نشطف أو وهون هيك البيدونات امبارح على الأولاد نزعبوا لهن، هيك عم نعاني كثير في نقل المي، يعني ما أنا وحدة كل الضيعة. امبارحة التراكتور ما بيطلع، والله يومين نحن نتعذب، الرولي يصيح، نزل الزلمه اللي جاب لنا وعصر تحت، ضل النهار كامل لطلي، امبارح العصر اللي جاب لنا خزان مي. المياه متوفرة في هذه القرية بشكل كبير، ولكن لا يوجد دعم لضخ مياه القرية، وقرية أذار تعتبر قرية فقيرة، سكان القرية يجدون صعوبة في تأمين المياه إلى منازلهم، بيضطروا للنقل على الدواب أو على النقل على الميتورات أو للصهريج. طبعا الصهريج اليوم بكلف 100-125 ليرة، وهذه التكلفة على سكان بسيطين فقيرين يعملون بقوت يومهم فقط لا غير. المضخات موجودة والمحولة موجودة، نحتاج فقط إلى وقود وتصليح بعض خطوط المياه، فنرجو من المنظمات والسلطات المحلية النظر في هذا الموضوع وتلبيتنا بأقصى وقت ممكن، لأن في فصل الشتاء نقل المياه على الآليات الموتورات أو حتى على التراكتور للصهريج يعاني في صعوبة بالصعود إلى القرية.